السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. أرمد كونفليكت إحدى الألعاب اللي نزلت مؤخرا في جوجل بلاي، راح نستعرضها اليوم إن شاء الله تحوز على إعجابكم. اللعبة لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول، مثل ما واضحة قدامكم. هذه السياسة accept enter your name security and defense team military armed forces. طبعا تختار واحدة منهم، هاي لو هاي، يعني هذا شيء راجع لك. طبعا اخترت الوضع الدفاعي، فريق الدفاع. اوكي، هذا لود اوت. لو خلينا نشوف لود اوت. لود اوت مال الاسلحه ومال الشخصيه ومال هاي، تقدر المرسنري اللي هي شخصيات وهاي تقدر تبدل فيها بكيفك انت. تختار واحدة من الشخصيات. هذا شوار بتخرع. راح اختار هذا. عندك السلاح، سلاح يعني كيفك انت تختار واحد من الاسلحة. ايضا السكينة، المسدس، الهاي، كله. نرجع كلان اللي بالنص سون. الكلان اللي هو للتشات، ما تشات، القبيلة يعني. تدش بكلان وتحكي ويا الناس ويا اصدقائك، تتجمعون بكلان تسولفون. بعد ماكو شي يمكن. الباتل، هاي الباتل على اليسار. راح اروح باتل. تيم ديث ماتش. احنا معارك تيم ديث ماتش شايفينها دائما توصل بالمعارك باتل رويال. وهذه ما من فتحة سوني، يقول لك قريبا. اصير فريقين، فريقك انت وفريق منافس لك. شوز شوز يعني اختار شباب. هذا انت، هذا اسمك. ايتاني اللاعبين الاخرين شايفين 5 ضد 5. راح ندي 5 ضد 5 نلعب. هذا صاحبي. اثنين قتل الان.
قتلني هذا. طبعا تقدمت انا، راح يرجعني يسوي لي سباون. قتلته قتل ثلاثة. يلا تعال. هو عاد كذبني بزت هنا يمكن بالورا اسوي لي سباون يرجعني. يرجعك 3 مرات ورا يعني للحياة اللعبة الوحدة. ماكو احد. واحد بس راح فلت. روح ندمج المعركة. هذا لعب الاخبار ما احبه انا. والله كلهم علي دولة. وين جماعتي الان؟ مش بوحدي انا يعني. موت. شو بس علي انا اعداء. خلصت اللعبة. لك من هنا احسن. ما اشوف جماعتي بس انا. شوف كم واحد بس ازرق. بس انا ازرق. بس انا ازرق بوحدي. انا بوحدي ولا كلهم علي. شوف قاتل انا 8 يمكن. اي انا الاول. ماكو حد وياي بس انا. شلون فريق هذا عاوي؟
على العموم كانت هاي لعبتنا حبايبي اليوم ارم كونفليكت، اتمنى تكون اللعبة حازت على اعجابكم. لعبة موجودة بجوجل بلاي، اللي ينزلها ويلعبها ويلعبها. حتى القاكم في لعبة قادمة ثانية. هذا اخوكم ماجد، في امان الله.